الله وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله، الصلاة والتسليم على النبي الأواب النبي الأمي الأمين. تواصل معكم أصدقائي المتابعين في كل مكان، أهلا بكم بكل الذين انضموا إلينا الآن على الهواء مباشرة في صباح الشروق. كما عودناكم دائما وعلى مدى ساعتين من الزمان نجلس عدد من الضيوف الأعزاء ونتناقش معهم في عدد من المحاور المختلفة وفقرات الخدمية دائما التي تقدم لكم. رغم تقدم الصناعة والابتكارات كثيرة في صناعة الصابون، والكل يعرف مع هذا التقدم مع وجود وتداخل عدد من المواد فيه الفوائد التجميلية الكبيرة له، لكن لا زال هناك ارتباط كثير جدا، ولا زال هناك كثرة للطلب للصابون المصنوع من مواد بسيطة ومواد محلية، صابون البسيط. أنا هنعرف أكثر عن الحاجة دي مع ضيفتنا الكريمة الأستاذة أميمة محمد زين، وابنة محمد زين معي اليوم، مبتكرة في مجال صناعة الصابون. أهلا بك وصباح الخير. السلام عليكم، أهلا وسهلا، صباح الخير، بسلم عليكم وعلى كل شعب السودان وعلى كل التيم العامل في قناة الشروق. أهلا وسهلا. أنا تكلمت عن الصابون بصورة عامة، لكن اليوم نحن هنتكلم بصورة خاصة عن الصابون اللي بيتركز على العناية بالبشرة، وده جانب تجميلي كبير جدا. وزي ما ذكرت إنه الصابون المصنوع من المواد البسيطة. استخدام المواد الطبيعية في صناعة صابون البشرة هو اسم فقرتنا بصورة عامة. فكرينا نتكلم، نحن عندنا أشكال كثيرة، خلينا نتكلم عن بدايتك ووجودك للمجال ده. أكيد بدأ من الهواية لغاية ما وصلنا إلى مرحلة الاحتراف اللي شايفينها الآن. نعم، فعلا الموضوع بدأ هواية من 2016 وبحث، وشوية شوية دخلت دورات مباشرة، وبعدها ابتديت كل ما تنقصني حاجة دورات أونلاين، لحد الحمد لله ما حسيت بأنه أنا ممكن أقدر يعني أعتمد على نفسي، وما شاء الله الموضوع مشى معي. جميل. طيب لما انا اشوف مثلا الاشكال اللي بقول انه الصابون والتشكيل ده، فبيجي على ذهني انه في تركيبات كبيره جدا بتتعامل في مواد كيميائيه ممكن تدخل في اجهزه برضه، ممكن انا يعني استعملها كثيره جدا، وذهن المشاهد البسيط بيقول انه والله يا اخي ممكن تكون اجهزه عملاقه، الصناعه معروفه وتطور الصناعه. فكلمينا عن الاجهزه المستخدمه، ونتكلم عن هل هي كلها مواد طبيعيه ولا شنو التركيب اللي بتكون موجوده. نعم، الطبيعي الصابون اللي قدامنا ده كله مواد طبيعيه. طيب. خالصه، وهو بيتقسم لنوعين، صابون صلب وصابون اسمه صابون الجرسلين الخام اللي هو ده البيز بتاعه. انا جبته كده على اساس انه نعرف انه الاشكال الملونه دي احنا طلعناها من البيز دي. يعني الحاجة دي اللي ممكن نرفعها دي هي. نعم. ده الخام. دي الخام. ممكن يكون ممكن يكون سادة وأنا دي لونتها، أو ممكن يكون شكل الألوان دي أو الفازة دي. جميل. ده اسمه صابون الجرسلين الخام. صابون الجرسلين. وفي الصابون الصلب دي. ده بيتعامل بالطريقة الباردة، وده بيتعامل بالطريقة الساخنة. هو ده نفس طريقة صابون الغسيل اللي بيعملوها الناس، يعني بيعملوه بطريقة بدائية. عندنا بالشحم السوداني، لكن هنا بيتعامل بزيوت، زيت الزيتون، زيت جوز الهند، زيت الخروع، زبدة الشيا، يعني حاجات كلها جميلة ويعني مفيدة للبشرة. احنا يعني بنتكلم عن الان دي مواد كلها طبيعية. طبيعية. نعم. وبيساهم مساهم كبير جدا في الجانب التجميلي وجانب البشرة. بالنسبة للأجهزة اللي بتتعامل بها هي مجرد قوالب سيليكون. يعني ما أجهزة كبيرة وحاجات خطيرة يعني، وممكن أي حد يعني إن شاء الله لو اتعلمها من الأخوات في البيت يعني يعملوها يعني بطريقة سهلة. المجال ده صعب، ووجوده في السوق أنت كمنتجة يعني براك هو صعب وسهل. كيف؟ صعب في حتة إنك بتستعملي مواد ممكن تكون خطرة شوية، هيدروكسيد الصوديوم والبوتاسيوم، يعني عايز حد يعني يكون عارف طريقة استعمالها بطريقة سيفتي، لأنه هي مادة خطرة جدا، ومثلا ممكن في عندك الأطفال في البيت يعني، فلازم تعمل حسابك، وعند بتستعمليها بطريقة محددة يعني جوينتيات، نظارات للحماية، كمامة وزي كده. طيب يعني أنا في البيت مضطر إنه أفصل المعمل لي براش أنا. نعم. أعمل فيه الحاجة. نعم. دي نعم حاجة كده، والمواد تحفظيها في حتة خاصة. طيب خلينا نتكلم عن المراحل. طالما نحن شفنا انه الاجهزه هي بسيطه مجرد قوالب،
فشنو المراحل المختلفه لحد ما انا اصل للاشكال الجميله دي؟ يعني انا بتكلم الان عن الصابون باشكال جميله، وهنجي نتكلم فيما بعد عن الفوائد المنتظره، لانه نحن بنتكلم عن حاجه، عن مواد تجميليه. نعم. طبيعيه وبسيطه. نعم. فنشوف مراحل الصناعه لحد ما نصل للشكل الجميل، بعد ذلك نجي نتساءل عن الفائده من الاستعمال. بعد ما تحضري مادتك زي هيدروكسيد، طبعا هيدروكسيد الصوديوم بنعمل به الصابون الصلب، والبوتاسيوم بنعمل به الصابون السائل زي الصابون المغربي، او في حاجه اسمها صابونيه. ده الهيدروكسيد البوتاسيوم. نحن هنا حنركز في شغلنا ده على هيدروكسيد الصوديوم لانه بنعمل به صابون الصلب. نحن حضرنا هيدروكسيد الصوديوم، بنجي نحضر كل الزيوت. عندنا 5 6 زيوت، يعني الخروي، جوز الهند، زبدة الشيا، زيت الخروي، وبنجي نحضر الحاجات اللي بتخلينا انه نكون في مكان سيفت، يعني النظارة، الكمامة، وبنحضر القوالب، وبنحضر الاسباتيولات، مواد الحماية الشخصية، الحماية، وبنحضر المعدات حقتنا زي من قوالب لاسباتيولات، معالق، وبلندر للشغل، اسمها شنو بال حقه الكهرباء دي اللي نخلط بيها، ودي كلها خلاط ايوه. طيب. كهربائي. طيب. او لو ما عندك ممكن مضرب البيضه العادي. ده جهزنا الحاجات دي والقوالب. عندنا حاجه الالوان هنا، طبعا في حاجات في السودان بتكون نادره، زي طبعا بيسالوني دائما الالوان دي ما الوان غذائيه، دي الوان اسمها المايكا، في ندره. وبالنسبه للقوالب، ممكن القوالب نستبدلها بقوالب كب كيك، لو لاحظت انه هو زي الكيك الكب كيك. والالوان نستبدلها بالوان غذائيه، لكن الفرق بين الالوان المخصصه للصابون والالوان الغذائيه انه بتنزف في شنو؟ في الملابس، بتنزف في الشاور. ده الفرق بين الاثنين. طيب من ما يجي الكلام عن الالوان، فسيت قلت انه دي ما الوان غذائيه، طوالي بيجي السؤال، هو هي ماده تجميليه في النهايه. نعم. فهل هي فيها مضار؟ يعني الالوان دي اعتبار هي مواد طبيعيه كليا ولا لا؟ لا، الالوان دي حاجه كيميائيه. لا، الالوان دي خاصه بالسكين، هي نفس الالوان اللي بيستعملوها الاي شادو وزي كده، يعني الوان خاصه كلها بالبشره. ما يعني مضره. جميل. نعم. طيب ال 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 الواحده لما تيجي تشتري الصابون زي ده، يعني ما بيكون مركز في انه هو طبيعي مصنوع هنا صناعه، لا هي دايره النتيجه بتاعته مباشره. نعم. المدى الفاعليه بتاعته، فخلينا نتكلم عن الجانب ده تحديدا. ايوه، برضه ده المهم اليوم كله. المهم انه انا الليله لما امشي مثلا الماركت اشتري صابونه، ممكن القاها سعرها اقل، واجي هنا القى مثلا الصابونه دي سعرها اعلى، وبتجي ممكن تقارن. لا، الصابونه دي يعني انا عاملاها بحاجات معروفه وزيوت وغاليه، فدي صابونه مدعوب عليها. وعندك مثلا الاجانب دائما بيميلوا للحاجه الناتشرال والطبيعيه، يعني ممكن الصابونه دي تلقاها ب$6، والصابونه العاديه ممكن تلقاها ب$0.5. فنحن دائما نهتم للحاجه الطبيعيه والمتصنعه باليد والهاند ميد، فبتكون فيها عليها شغل وحاجه جميله وللبشره، يعني بتكون هنا. والصابون ده مخصص كل حاجه، اللي مثلا دي للبشره الدهنيه، دي للبشرة الدهنية، دي للبشرة الجافة بزبدة الشيا، وهكذا يعني. انت الالوان دي عاملاها مميزة الحاجة دي، بعد ما تكلمنا عن انها هي. نعم. طبيعية وما مؤثرة، بالعكس هي داعمة لمجال السكين بصورة عامة. حتى عندك الاطفال عملنا لهم صابونة. يا سلام. ايوه، تحفزهم مثلا الطفل العنيد انه ما بيدخل ياخذ شاور، فانت بتحفزيه ولحد ما كل يوم لحد ما يصل اللعبة دي. يا سلام. حاجة جميلة. برضو عندك هنا دي في البرتمان، خلينا ناخذ حقه الاطفال دي. آه. لا، عجبتني جدا. برضه ممكن للمواليد الجدد. المواليد الجدد، المناسبات، ممكن الان بقى يعني مثلا في المناسبات بتتوزع. طيب. الصوابين في الخليج وفي الدول الثانيه بقت بدل الحلويات بتتوزع الصوابين. ممكن الوحده في عندها مولود تطلب من ديه. طيب. يعني الحريم بالنسبه للاسم شنو الفال، تطلبي بالالوان، مثلا بنوته تطلبي لون بينك، لو ولد تطلبي جرين او بلو، فبيجوا دي بالعسل يعني، وداخل فيها داخل فيها عسل وفيها حليب، الحليب، العسل والحليب، دي برضه طبيعيه، حتى في حلوه شديد يعني. ودي مهم يعني، حلوه للاطفال. النحله موجوده فيها. اي
للأطفال. الفايدة شنو لبشرة الطفل باستخدام الصابون؟ هي زي جونسون، حتى لو شميتها برائحة بودرة بيبي جونسون. حتى العطور دي برضو مستوردة من برا. هنا ممكن يعني عطور زيتية خاصة برضو بالبشرة. يعني عندنا الأخوات هنا دائما بتواصلوا معي وبيعانوا من وجود العطور دي، لأنها برضو خاصة بالإسكين نفس الألوان. أنا بقول لهم استعيدوا بالعطور، يعني بعطور مثلا تكون زيتية، حتى لو الريح الرائحة بتاعتها شنو قليلة، ما تعملوا العطور اللي فيها شنو كحول، لأنه برضو مضرة بالبشرة. والحاجة الجديدة، في الأول الصابون ده بيتعامل بكحول، الآن أنا دعم له من غير كحول. يا سلام، يعني دي الشيء الجديد الآن، طبيعي أكثر، ما في أي كحول يعني. طب السير شنو في نوع صابون على شكل سهر يعني برضو للهدايا؟ دي بالمناسبة أنا جايبة لكم هنا هدية. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، يعني ممكن تشيل الصابونة دي وكل مرة تشيل واحدة. برضو ممكن زي كده، ممكن يتخطى في الدوالي، يتخطى في الشنط، يتخطى في السفر، بتكون حاجة هدايا خطوبة، بتكون حاجة لذيذة يعني. لو خدتنا معها تكون حتقعد معنا كم؟ انتوا كم؟ مش انتوا كم، لو خدتنا قول نستخدمها كديكور. كديكور، وبعدين لو هنا ريحتها جميلة. يا سلام. الرايحة حقتها جميلة شديد، بتقعد يعني. جميل جميل. طيب سوق العمل كيف؟ يعني أنا بعمل منتج محلي، خلينا نتكلم عن السوق بصورة عامة. والتجربة دي في السودان كيف؟ بالنسبة لي طبعا أنا بصنع، أنا بسوي، بغلف يعني، بخترع يعني، بدخل طبعا النت وبشوف تغليفات وزي كده، لكن صراحة يعني بطيء، لأنه بقولوا الحاجات غالية، لكن أنا لأنه الخام نفسه غالي، وخاصة الأيامات دي كل حاجة يعني، الناس الشغل أونلاين فكل الحاجات بتغلى، صح، فبتلاقي يعني الناس يعني معينين اللي بيطلبوا الحاجات دي. فلازم يعني الواحد يصبر على الحاجه. شكل التوزيع بيكون عامل لك كيف؟ يعني براك بتبيعي مثلا في محصلات طبعا من يعني من خلال، ولا فكرتي انه تودي محلات تتعاملي مع مراكز؟ ما وديت محلات، لانه انا بحس الحاجه دي يعني ما عايزاها يعني تكون في محل تتخرب او زي كده يعني. ببيع من البيت عن طريق الميديا وعن طريق التوصيل يعني اكثر، لسه ما عملت محل، فبحس الحاجه دي عزيزه علي، عملتها كده ما عايزه يعني. طيب ما عشان تنتشر اكثر المفروض تمشي اكثر، تكون متوفره اكثر عشان ما يكون نسبه الانتشار اكبر، ولا ما عندك؟ انا عندي صفحه وعندي جروب وعندي انستغرام، فحاسه بانه يعني ان شاء الله لقدام. ان شاء الله ان شاء الله لقدام برضه الواحد ممكن يعمل جاليري يعني، محل كده حلو. جميل. طيب في الجانب العلاجي برضو ممكن نلقى انه الصابون الطبيعي ده واللي هو انت بتتكلمي دائما عن انه هو مدعوب عليه، ممكن ندعم لنا الجانب العلاجي للبشره؟ ايوه نعم، الجانب العلاجي يعني اسعد دي فيها حاجه اسمها النيله المغربيه، يعني برضو هي شنو؟ حاجه طبيعيه، وعندها هنا دي بالليمون، لو شفتها هنا وين هي؟ ايهم؟ هنا اللون اخضر دي مظلله كده. اوكي هذه؟ افتحها من ورا اشوفها زي الليمون. دي بالليمون للبشره الدهنيه. برضه فيها تفنن، لكن والبالاخضر ديل برضه داخل فيهم مثلا خيار، بالخيار برضه يعني، بدخل الخيار، بدخل الشاي الاخضر، بدخل النعناع، بدخل الكركم. الليمون علاقته شنو مع هنا دي مع البشره الدهنيه؟ الليمون اول، هو طبعا الليمون فيه فيتامين سي، طيب، وطبعا بيعالج بيسحب الدهون من البشره. دي بالكركم حلوه برضو. الكركم اي دي بيعطي بشره طبعا للدهنيه برضو، الكركم للبشره الدهنيه جميل. طيب كل لون معمول من حاجه معينه؟ طبعا الالوان العاديه دي بتكون فيها زبده شيا، وفيها ممكن للبشره العاديه يعني الطبيعيه، مشكلة على شكل قلبي يعني، شو الدلالة هنا؟ دي مرات يعني مثلا الناس اللي بيحبوا المناسبات زي عيد الحب زي عيد كده، لكن أنا يعني ما بؤمن بالحاجات دي، لكن برضو عيد في الزواجات دي حلوة. دي بالخيار، بس أنا بدخل فيها برضو الجليتر ده خاش برضو بالناس. وأنا كنت حسأل يعني ليه الفرق شنو إنه دي بالضبط فيها جليتر؟ الجليتر ده بدي اللمعة اللي أنا عاملاها لكم دي، برضو الجليتر ده من الالوان دي، لها علاقه بالبشره يعني.
يعني ما جي لتر الوان، ما بس جانب تجميلي او لا جمالي. الجليتر برضه جاي مع الالوان دي يعني الخاصه بالبشره يعني. ولما القلب الازرق؟ دي برضه من حاجه اللي هي النيله المغربيه دي. اوكي هاي. عندك هنا برضه دي مدخله فيهم جوا ليف، الليف العادي ده البالم ليف الحمراء لونها احمر والاخضر اخر شيء. هنا اخر شيء هنا جنب ديل، شوف اقلبهم كده، ديل جوا فيهم ليف. ديل برضو انت على الشاور بتطلع لك الليف، الليف العادي ده البامبلي برضو مندخله بيكون جميل يعني برضو بدل الليف انا استعمله برضو مندخله هنا، فكره جميله عجبت الناس. موجوده الليفه هنا يعني؟ اه الليفه جوا. جميل، ده كلام جميل. طيب المجتمع الان وزباينك والعملاء اللي انت بتتعاملي معاهم، حاسه كيف تقبلهم للفكره دي، للافكار المختلفه دي؟ ما شاء الله الفكره عجباهم خالص، وطبعا انا عامله دورات الناس يعني متغبله حتى. حاليا نتكلم عن الدورات، متغبلين شديد يعني الموضوع وعاجبهم شديد ودخلوا فيه يعني. جميل يعني. طيب كلمينا بصوره عامه عن الدورات، كيف الدورات دي بتقام، وعن جانب التدريب بصوره عامه واهميته يعني في مجال زي ده نحن متمنين انه نمشي فيه بصوره اكبر يعني، ويكون فيه انتشارنا كبير شديد، طالما انت تكلمت عن انه العالم يقدر جدا الحاجه الطبيعيه. نعم، انا بديت الدورات من بدايه الاسبوع الاول في جائحه كورونا، كان فكرت كده قلت ان الناس قاعده والاخوات قاعدين ليه انا ما اعمل لي دوره مجانيه. كان الوالد الله يرحمه الفتره ديك يعني عيان شويه، والان توفى الله يرحمه، فقلت يعني اعمل له حاجه كده. ما شاء الله دربت زي 200 ما شاء الله. كيف كان تقبلهم؟ تقبلهم كان رهيب، عن طريق فتحت قناه في التليجرام وما شاء الله دربتهم، ومنها ما شاء الله بدات الحكايه انطلقت، عملتها ثاني مدفوعه الاجر، والحد الان ما شاء الله يعني مستمره زي ما بقولوا. كانت يعني بدايه جميله والموضوع برضه مشى. نحن دائما بنحاول ندعم صنع في السودان. نعم. وصنع في السودان بجمال زي ما شايفين الان، ده بيكون في دعم بقوه. أيوه. وبجمال كبيرين. أيوه. مع بعض. أيوه. فاذا دارين الحاجه تكون موجوده في السودان، انت عندك رؤيه زي دي قريب انه في كل السودان في كل ولايه يكون هذا المنتج موجود، وبرضه مساله السعر انه يكون يعني ايوه حسب متطلبات الناس. انا برضه كان شعاري انه كل يعني امراه انه ان شاء الله يعني تتعلم الشغل ده. يعني انت شايفه الانتشار يكون منه كل سبيت ممكن تتعلم الحياه، ما انتشار تجاري بالنسبه لك انت. نعم، وانا زي ما يعني قلت في الحلقه دي ان شاء الله يعني انت تطلق يعني هديه انه مثلا نعلم زي 100 اخت من خلال البرنامج ده، يعني هديه للاخوات ان شاء الله. والله ان شاء الله يعني ثاني مره ثانيه نفتح الغناء يعني زي اليوم ده، يعني انا بالنسبه لي حاجه جميله، ممكن ثاني اعمل هديه ل 100 اخت وهم الان ممكن يشاهدونا. انا باسم اميمه محمد زين، انا غناتي في التليجرام. نعم ايوه، الموقع بتاعي اسمه لافندر صوب، لافندر صوب لافندر اندرسكور صوب 2، ده موجود على الانترنت كله في اي. نعم، اول 100 حيخشوا ان شاء الله، اول 100 حيدخلوا ان شاء الله الدوره مجانيه، دورات مجانيه عشان ما يتعلموا ويستفيدوا ان شاء الله من الحاجه دي. حاجه ثانيه، واتكلم عن تفكيرك انت المستقبلي تحديدا في مجال الصناعه، طالما هي بالشكل ده شنو التطور اللي انت عاوزه تمشي فيه، والمعوقات الحساسه موجوده قدامي شنو، كيف انت قادره تذلليها من قدامك؟ والله بس المعوقات ممكن المواد الخام، كل مره بكل يوم بتعلى، غير كده الحمد لله ما في اي معوقات. وانا الان عندي زي 10 منتجات غير الصابون، عندي صابونيه، صابون مقربي، شامبو، ماسك، يعني مشيت يعني في برنامج الصابون كويس حلو. يعني ان شاء الله المواد الكيميائيه وهذا الصابون طبيعي في الجانب التجميل والجانب البشره، وانتم ادرى يعني بهذا هنا في السودان بيفضلوا ياتوا فيهم، هم الافضل هم دائما بيمشوا للطبيعي ولا لا؟ دي عندها مفعول اكثر وما عندها يعني، هم دائما بيمشوا للجانب الكيميكال، لكن انا برضو في بداياتي لما بديت فيعني كنت حابه انه الموضوع ده يا ريت الناس تميل للجانب او تمشي تترك الجانب الكيميائي ده، والناس كلها في العالم تركت الحاجات الضاره دي.
جميل للشيط طبيعي عادي، جميل شديد. جميل جميل. طيب انت كبير كم مره بتقولي ان الحياه دي غاليه؟ يعني عاوزين نتكلم عن الاسعار الان. لا انا بتكلم عن الماده الخام. الماده الخام نعم. طيب مع انا يعني اني كمستهلك سعر المنتج بتاعي في النهايه، انا جربت مثلا الصابونه واي واحده جربت لقيت الحاجه دي كويسه معاها، نعم. بعدك ممكن السعر يفرق من صابونه ثانيه، فهل هي متاحه بسعر مناسب الان ولا شويه؟ حتى انا الاخوات اللي بدربهم هم بيقولوا نحن تدربنا لكن المواد الخام يعني حتى لما بكتب لهم تليفونات محلات المواد الخام فدي بتقابلهم برضه معضله. فانا برضه لما اجي احسب اعمل نايب الصابونه مثلا دي بتطلع لي باكثر من 200 برضه بشوفها غاليه يعني وهكذا يعني. مثلا دي انا بكلفني مثلا اكثر من 2500 3 بيجي مثلا ببيعه ب4 غير التعب او كده برضه بشوفه غالي زي كده يعني. فانت على حسب ما المواد اللي انت ضفتها بتجي بتخط. جميل. طيب خلينا نتكلم كلمه اخيره ورساله اخيره لكل سيده يعني هي مستهلكه في المجال ده مقبله على الصوابين المختلفه عشان ما تعتني ببشرتها اذا كان كيميائيه او طبيعيه، ولكل كمان المدربات والمقبلات للمجال عاوزين يتعلموا الحاجه دي. خلينا نرسل لهم رسائل اخيره. انا يعني بتمنى انه كل الناس تتجه للشيء الطبيعي وتستعمل الصوابين الطبيعيه والمراكز يعني تتوسع والامهات كلهم يتعلموا، وحاجه جميله انك تتعلم حاجه طبيعيه ان شاء الله. وهم فعلا يعني عاجبهم الموضوع وبدوا يتطوروا على يتفتحوا على الحاجه دي ان شاء الله، وكمان الصناعه في الجانب تزدهر اكثر ان شاء الله. ونشوف احنا يعني بنصدر منها بجزء اكبر لجزر السودان ولعن بها الاقتصاد الوطني. وفعلا بدوا يعني انا في ناس من برا بيتصلوا علي بيقولوا لي جهزي لنا يعني مثلا اخوات يعني عن طريق برضه الفيس في حد جاي. جميل، ده خطوات مميزه. يعني من دي مثلا دي عملتها لواحد جاء اخذ منها مثلا سيفته زي كذا يعني. بدوا يعني الناس. هي غاليه دي تحديدا؟ لا 200 250. لا 250 يعني. في متناولات كل الناس. الميتينات دي كيف غالية؟ وما خليش حالياً لكن غالباً بتكون غالية. هي مقارنة مع الكريمات والحاجات اللي بيعملوها أنا شايفاها يعني أقل خالص، بس ما عارفة هم بيميلوا للحاجة الكيميكال. جميل. لا بشجع الشباب زملائنا في الكنترول إنه كل واحد عايز يشتري يمكن بعد الحلقة تكون متاحة بالنسبة لهم. شكراً لك، الله يبارك فيك. ربنا يديك الصحة والعافية إن شاء الله. شكراً جميلاً لأميمة محمد زير المبتكرة في مجال صناعة صابون البشرة. شكراً جميلاً لك ونتمنى لك الازدهار والتوفيق في هذا المجال. الله يسلمك، جزاك الله خير، كثر خيرك.